السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. هنتكلم يا شباب النهاردة على موضوع very simple، ولكن هنحتاجه أكيد في شغلنا، اللي هو المجموعات الإدارية. بما إن إحنا بنتكلم security، فبالتالي إحنا صميم عملنا إن إحنا نقيد الصلاحيات على قد ما نستطيع أو بقدر ما نستطيع. طيب، هتخيل إن أنا عندي كيان كبير، الكيان ده يندرج تحتيه كيانات أصغر، فبالتالي عندي تيم كبير وتيم يعني هيدير الكيانات الصغيرة. بمعنى لو كان عندي مركز رئيسي وأفرع، فبالتالي أنا عندي تيم من الاي تي بيدير مركز رئيسي، وبالتالي برضو في تيم بيدير الأفرع، أو ناس مخصصة للعمليات اللي جوه المركز الرئيسي، وناس مخصصة أو مفوض ليها صلاحيات إن هي تشتغل على البرانشز. خلينا ناخد مثال شهير جدا. لو انا عندي جامعه كبيره، فالجامعه تندرج تحتها كليات، في كليه هندسه، في كليه فنون، في كليه تربيه، في كليه اداب، وتبقى فبالتالي كل كليه انا هخلي المسؤول عنها او الراجل الاي تي او الراجل السكيورتي اللي هيقدم خدماته جوه الكليه. فمن غير المنطقي ان انا ادي له صلاحيات على الجامعه كلها، صح كده؟ ليه؟ لان ده سكيورتي مش صح. فبالتالي هنا لجأت او ما شفت عملت لي الادمنستريتيف يونت علشان احقق بيها الليميتيشن الخاص بالرول. طيب، الراجل ده اللي هعينه في كليه الذكاء الاصطناعي مثلا هيدير خدمات او يقدم خدمات الاي تي للكليه دي بس، فبالتالي هو من غير المنطقه برضه ملوش علاقه بكليه اداب ولا تربيه ولا ولا، وبالتالي ملوش علاقة بالمستخدمين اللي جوه الجامعة كلهم. هو نطاق عمله، تخصصه، الحدود بتاعته داخل الكلية بتاعته بس. أعملها إزاي؟ أعملها من خلال الـ Administrative Unit. يبقى باختصار شديد جدا، لو أنا عندي مجموعة من الـ Branches، مجموعة من الكيانات الصغيرة اللي بتقع تحت مظلة لكيان كبير، وعاوز أفوض صلاحيات ما داخل الكيانات الصغيرة ديت لناس معينة بستخدم من خلالها الـ Administrative Unit. خلينا نروح نعملها عملي سريعا علشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. هنروح على البورتال بتاعتنا، ومنها على الـ Azure Active Directory، ومنها هلاقي هنا حاجة اسمها الـ Administrative Unit. هنلاحظ ما عنديش ولا administrative unit علشان احنا تعودنا ان احنا بندخل مع بعض ننشئ من جديد. هقول له لو سمحت انا عاوز اد new administrative unit. هيقول لي اوكي ما عنديش مشكلة، انت سمي لي اليونت ديت. فانا ممكن اقول له ايه؟ والله اليونت ديت هتكون مثلا اسمها كايرو برانش مثلا. خلاص، على اعتبار ان انا داخل اعمل وحده اداريه احطها في فرع القاهره. هنا ممكن اعمل ديسكريبشن او اخليه فاضي، ما عنديش مشكله. بعد كده الستيب الثانيه هقول له assign الرول. الرول اللي هديه للمجموعه الاداريه ديت هو طبعا مش كل الرولات هتظهر معاك، لان الادمنستريتيف يونت تشتغل على رولات معينه، وهي تحديدا اللي احنا شايفينها قدامنا ديت. طيب، الراجل اللي هيتولى الادمنستريتيف او اللي هيكون مسؤول او اللي هيدير الوحده الاداريه ديت هيلعب دور خلينا نقول مثلا اليوزر ادمنستريتور. خلاص كده شباب، يبقى في البدايه هنسمي، بعد كده هنحط رول للراجل اللي هيكون مسؤول الوحده ديت. فبالتالي هنا هقول له اليوزر ادمنستريتور ده، هيقول لي طيب مين بقى من اليوزرات عندك اللي هيلعب دور اليوزر ادمنستريتور. وهنا هنركز لان احنا هنكتشف الفرق بينها وبين الرول العام علشان ما نتلخبطش يا شباب. تمام، هقول له والله الراجل ده هيكون مثلا محمد علاء، وهقول له ايت، وبعد كده هقول له نيكست وكرييت. هو كده عمل لي ايه؟ عمل لي وحدة إدارية وجاب اليوزر اللي اسمه محمد علاء، حطه مدير أو مسؤول للوحدة الإدارية ديت. خلاص كده؟ تمام.
هبدأ بقى في النكست ستيب الثانية اني احط الممبر جوه اليونت ديت بايولوجيك. فهدخل كده جواها وهقول له انا محتاج اد ممبر ينضموا للوحدة ديت. هيقول لي اوكي مين اللي هيبقى جوه؟ والله اقول له ده هدخل مثلا علي صالح، هدخل عماد، هدخل نورة، هدخل شيماء، وهقول له سيلكت. خلاص تمام. ممكن احط كمان جروب وممكن احط ديفايس. اوكي يعني الادمنستريتيف يونت بقدر احط من جواها الممبر يوزر او جروب او ديفايس. خلي بالنا الديفايس لسه ان بريفيو. يعني حطيت اليوزر وعينت المسؤول. تعالوا بقى نروح نعمل لوجن باستخدام اليوزر اللي اسمه محمد علاء واللي هو تم تعيينه مسؤول على الادمنستريتيف يونت اللي انا عملتها دلوقتي. ادخل اطلب مني باسورد، اقول له اتفضل ادي الباسورد بتاعتي. اروح للاكتف دايركتوري بتاعي سريعا كده. اروح لليوزر، هلاقي كل اليوزر اللي على البورتال. خلاص كده تمام. تعالوا نروح ليوزر اللي اسمه في بي ان. ده يوزر اهو. لو رحنا كده خلي بالكم يا شباب ان محمد علاء بقى ايه؟ بقى يوزر ادمنستريتور، واللي من خلاله يقدر يعمل ايه؟ يقدر يست باسورد للراجل ده، صح؟ ما هو خلاص هو خد الرول. طب تعالى كده نروح نقول له انا عايز ريست باسورد. هيقول لي لا انا مش هقدر اريست الباسورد. ليه يا عم؟ ده انا راجل يوزر ادمنستريتور ومن ضمن صلاحيات الرول اللي انا بلعبه ده اني اقدر اعمل ريست باسورد. هيقول لي لا انت يوزر ادمنستريتور ولكن على الادمنستريتيف يونت اللي اسمها كايرو برانش، واللي انا اصلا كاليوزر ده مش ممبر جواها. يبقى هنا اتضح فايدتها. طيب فيما يعني لو رحت ليوزر موجود اصلا جوه الادمنستريتيف يونت، اعتقد كان عماد وكان نوره وكان شيماء والناس دي. طيب نوره اهي يوزر، اقدر اعمل لها ريست باسورد. اهو كلمنيش ولا قال لي اي حاجه. ليه؟ لان من ضمن صلاحياتي اني ادير اليوزر اللي جوه الادمنستريتيف يونت اللي انا عينت عليها مسؤول. خلاص كده يا شباب وصلت اتفهمت؟ طيب هنا سؤال او سؤالين، خلينا نبدا باسهلهم. يعني انا هجاوب واحد هنجاوبه مع بعض، والسؤال الثاني هخليكم انتوا تعملوا سيرش وتجاوبوا عليه. بما اني ادينا رول من نوع يوزر ادمنستريتور لليوزر اللي اسمه او الاكونت اللي اسمه محمد علاء، هل محمد علاء ده على اعتبار ان هو بقى يوزر ادمنستريتور يقدر يكريت يوزر، يعني يقدر يعمل مستخدم جديد؟ خلينا نروح نجرب. خلينا نروح لليوزر كده ونقول له نيو يوزر. انا شغال بايه؟ داخل بمحمد علاء اللي هو ايه؟ اللي هو يوزر ادمنستريتور على الادمنستريتيف يونت اللي اسمها كايرو برانش. طيب هقدر اتمكن من ان انا بما انه اليوزرات كلها طالعه قدامي اهي، هقدر اتمكن من ان انا اقول له نيو يوزر فيعمل لي كرييت لنيو يوزر؟ اهو فتح لي الاوبشن، ولكن كرييت اهي ميته. خلاص علشان بس احنا بنعمل ده كل ده علشان يعني الكونسبت تبقى واضحه جدا بالنسبه لنا. ادي اول سؤال. ثاني سؤال،
هل ونركز في السؤال ده، هل لو كان من ضمن الممبر اللي محطوطين في الادمنستريتيف يونت واحد هو اصلا واخد رول، هو اصلا واخد رول يوزر ادمن برضه، هل هيتمكن هنا بقى قائد الوحده الاداريه ديت من ان هو يتعامل معاه كيوزر عادي، يريسيت الباسورد بتاعته ويديله يعدل مثلا في الديسكريبشن بتاع النيم بتاعه، يضيف مثلا الجوب تايتل ولا يضيف مش عارف ايه الكلام ده كله؟ السؤال ده ليكم، اعملوا عليه سيرش و يعني يا ريت تبعتوا لي الاجابات. قبل ما نقفل الموضوع ده، احنا ممكن من خلال البيج اللي اسمها ماي ستاف، اهي ماي ستاف دوت مايكروسوفت، تدخل تشوف احنا هنا داخلين باليوزر ده، فبالتالي اول ما هتروح عليها هي اصلا هتتعرف عليك تلقائي، مش تطلب منك اي بيانات، فهتدخل بالاس اس او بتاعك. يعني هنا احنا فتحنا mystuff.microsoft.com، لقينا انه كايرو برانش اهو، الستاف بتاعي اهو، اقدر برضو من هنا للبيج ديت من غير استخدام البورتال ان انا اشوف اليوزرات بتاعتي اللي تحت الادمنستريتيف يونت، وبرضو اقدر اتعامل معاها اهو. هنا بقى مش هيظهر لي اليوزرات كلهم زي ما دخلت البورتال، هنا هيظهر لي اليوزرات اللي موجودين بس في الوحده الاداريه اللي انا انتمي او اللي انا معين عليها. اتمنى يكون الموضوع بسيط، اتمنى يكون قدرنا نوصل المفهوم وقدرنا نغطي الفكره، وهو اصلا يعني فيري سمبل، ولكن مهم زي ما احنا شفنا ان فعلا ليه استخدامات، وفعلا الحاجه بتدعو الى تطرق اليه. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.